بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انت كتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد حضريو يسلام شهيد يا بسيط وسارة بيارها بسيط وحيد وسارة بيارها فقاسمها كودة وسارة ورشادة أغاسك تاريخ السعيد يدو ماك سوى برياش حجودة يتسع لها يلها يوم هلا يوم والدين تري يوم قد تبيرش روح الله عمبليو قلت أنا محرم لها وحنوم شكرا هو حفظة الجمهور سيدي هو الله شكرا واحد تقرير إذا أرضيه أي فرحان لكن مشكلة عليه وقتها وحوي قرطيبة هل كان هذا الله بدك أي رأي بدكي دي وإذا قصلان إذا فرحان بقوها إلا دي عقبة فرحان كم لها مرد بقول هذا إعلان شهرة يسمى شغير إسا وإلا قانحي لكن إن شاء الله تعالى شبوه دي إسا أضبط أضبط إن تزالهم فوزي أوكاري أبد دكتور إريك أوكاري هل كان يسوي كارين سيما مكلانا إيه هذا الروشي إيه كنت دلالة يسوي كارين وهل كمان كان يجبنا فقط صرف أكوك على تي كانت في الوحة أضبط على إسائيل هو مرض بهاي واحد رياء وهو مرض بهوبة لكن دي ما يشيء إيه مالما ما كان يسيب نوبة الجميع حقيقة ولا مدرعة شغيني تعالوا ويدقى خيبا تعالوا كم حدودنا قال انشميتوا واحد انتهى يقمار قيم كمدة مرشا على وواهنا لما يسي شهادو واحد لكن كنا انتهى حال كمير اوضر الله ووهي الطوبة التي هذه مرة واحد صوتا ريسو ومدرعة فاعي ريسو سيو كرانا حول صعب تعليمين وهولي الانقلاب ريسو تعرفوا إن الجدل هي روح كمله، ألمو ده هم اللي هو يمكن الترجمين سواء كوي هاي، لكن كلي كوري كوي كوي. أنا مستعد سكاش كي هيا يا معلم أقول، وحنقول شيء لو كان كنت دولار. مستعد سكاش. لبكم يا أفر. جامعة عميد ما كان هو أسيستنت لكشر. وحنقول شيء لو كان لو دولار دولار. لابد من يكون بيت واحد من الديون يكون بيت تعاد عمودي أربعة وخمسين. لابد من يشين تعاد واحد تجاري قاتل طلب غرض ضد. إيه من واحد يمسك عباد واحد قاتل بورق معها. فرقة واحد مستقر. أبو واحد من السرايم وما لبيه ولا تسره إلى بشهر قلني لبيه ولا تسره. وحنيعك ثم بيلا واتنها إلى هذا ونزلت حكومي كاري يا نعك ثم مرقى واحد من مشارينيا صدح طلقه في السمية هرمون بوكاري مرقى لقد نيمو حضر لي قهري أعمى LHBC أما دكتور حوها إليك أما فوسية أما أقاسمها معك أما نباتهم بذور باو تعملي قيب كاملة وحي إنك مغل أروح كان يا وحي مخي صدر كل سكرتر الله شعر الله رمس عمي وأقول وحقوه رأيه من آدم وحقوه نقدر رمضك وقوانسلو إنه ضدك واحترام ما أنت قوانسلو الله في عون العبد ما كان العبد في عون العبد إلهي أنك بتردتون إياه ترى الله بابايا قرار مصر على إسلام إلا أنا تنفي للمكين إسلام ربكا هي النروشة هي سبق الكمكا يا لوم أركن إن النروشة روح رئيسا تحي إن عند مشهر مسيسور مشهر مسيسور كاسو قوض بكوبا قوض كلابا فرمان قوض كتشرا إن مستحر البلاد بوغنينو أبوان تيه تعليم كوين إتحاي وحقرنا هو إسبدالة هو رجعنا على قفنا فكر كيسا إسبدال كان علم إسبدالة يسبت المطوي ما هي حتى تخصص القارطو يبحث كل يتعنى قطير أو كيسة وديار الله إنه مشتري في محكمة دلو أو محكمة تون شغلة القوانين هي شغلة القوانين ممكن حاجة هي لسا لكن السويدية ما شاء الله تكتين أما أنت هذا حين كنت لسا إلى حفظة الاستوت كل سنتو حين كنت لسا بريتو شغلة سمكانة لسا قطيعة أروح كرانية بقلاله يكمان بقول عن بلقاته لكن كل واحد من شقيان إلى الحفظة الحكم الكريم لكن كل شو ما مشي شو ما إلى العقرب والله يا ما قف كتلة
maskaxda qofka jira oo socodka ka jira ee qofka keena in meel uu wax ka noqon lahaa oo uu ka muuqan lahaa uu kaga gabado meel uu wax yar ka qaadanayo. Taa waxaan oran lahaa aynu u diyaargarowno inaynu waxaynu jecel lahay aynu gaadno oo aynu usii marno mushahar yar oo aynu usii marno meel aynaan jeclayn oo aynu u shaqo tagno oo aynu usii marno inaynu u dadaalo. Taa waxaan oran lahaa waa qodob kale isaga maarmaana. Qodobka saddexaad ee rabada maskaxda ku haysaan waxa weeye shaqada aad qabanaysaa ee ah adeega caafimaad ama kalkaalisaa hawl ama umulsaa hawl ama shaybaan baro waxa la yidhaahdaa waa takhasus markiisa horeba loogu talagalay in qof la caawiyo. Ma aha meel qof ku sii riyoodo inuu guri dheero lix dabaqa iyo gaari fiayda iyo inuu kusii fikiro ma aha. Waa qof liita oo xanuunsanaya oo nafsiyadiisu hooseyso oo u baahan inaad qalbiga u qabto oo u baahan inaad u dadaasho oo tubaa takhasus noocaas ahe imiga waxa kuusii sheegay haddaad doonayso inaad dadka wax u qabato ood aakhirana ajab ku hesho adduunkana abaal lagugu hayo ha ka sii fikiri in xirfadaada aad ka samaysato quruxda adduunka. Haddaad taa ku fikirayso ilaah wuu ku siin karaa, laakiin anu waxa ka jeclahay oo ku wanaagsan inaad aakhiro leeg. Qodobka afraad waxaan jeclahay wasaaraddii caafimaadka markii laga hadlayay tababarkaad soo qaadateen si tafaariiqa laydiin sheegay mar waxaa hadashay NHBC oo ka hadlaysa shahaadasiinta dambe, mar waxaa hadashay kursiyo oo ururkii bulshooyinka iyo kalkaliyaasha caafimaadka, mar ma qofba inya ka goosanayay. Laakiin waxaan ii sheegayaa bilowga horeba macadka ka soo baxdeen waa machad hoos imaada wasaaradda caafimaad oo manhajka iyo maamulka iyo taageerada dhaqaale iyo shaqada aad filaysaanba intuba waxa weeye waa wasaarad oo xilsaaranay oo wasaaradda caafimaada. Taa macnaheedu ma aha ma jiraan gobolalooyin iyo waxyaaba laga dulayo samooyin macnaheedu ma aha, laakiin waanad ogaato markii aad soo gashay brosaska warshada lagu soo geliyey ay madaxda ka tahay naciima maantood ka baxday iyo beri oo la tijaabinayo waxaad baratay iyo aqoontaaduba intuba wax weeye wasaaraddii caafimaadka ayaad ku bilaabantay oo ku dhammaatay haddii la hayno daayada weliga ugu shaqayn doontaa. Taa masaxda keliya qodobka shanaad waxaa laga hadlay shaqada somaliland waa wadan cumdin ah taariikhda leego 90 sano jira 2019kiiba waga hadlay halkii dumarayni maanta wada kaysaan xaqiiqada marka la eego waxay noo qabsoomeen waa wax aad iyo aad iyo aad weyn. Waxaanan aaminsanahay 10 sano marka la joogo ma ayaa maanta laga bilaabo 2030 dhammaantiin waxaad dhihi doontaa haddana intii ma joogtaa in 2020 meesha aynu joogna aynu wax badan aynu dhaafnay oo aynu ka fogaanay. Markaan waxaan ku tirin lahaa inaan mar walba eegno maxaa dhiman, laakiin masaxda laba yar kale ka soo dhaqaaqay waxay noo qabsoomay anigu waa nina qabjabiye maxaa ku dari karaana masaxda qofkiinu inuu taanay gudbadiyo qofkuba isu helka maarmaan sababtaa tabarta qofka iyo hankaaga mararka qaar waxa kaa hor istaaga inaad isku badasho qofna yaa waxay qabta wasaaradda caafimaadku waxay qabanaysaa hay-adda shaqadu shaqo maya haysaa hay-adaha caalamiga wax maya hayaan. Qodobkaa masaxda inaga saaro in laga bilaabo aad ku fikirto anigu maxaa qaban kara. Waxaan laga yaabaa in aad looga hadlay xanuunka coronavirus waa xaqiiqo adduunyada wuxuu ku hayaa culays iyo cabsi iyo argaga iyo walwal shaygu ka bilaabay maantana meelaad si egtaba garanaysa wataliyaad inaad si egtaa ma wadamada carabtaad si egtaa ma afrikaad si egtaa horta cabsidiisu way sii badanaysaa. Laakiin 3 shan baa asaasiya kow horta ilaahay in la aamino inuu yahay ka waxdhiba ka waxtara haddii taabo ay soo gashana ama korona fayrasa ku jiro ama wadnaha ku istaago ama wax kuun caada kale waayo horta cid tuusi karaysa horta tabaqa saxda gasho odee qur-aanka ku taala in idlinkum lmowtu walaw kuntum fii burujin bushayada haddii xataa aad lugoosiisa gasho aad un baa dhiman basqodobama saxda gashama. Labo inaynu wasaarad ahaan iyo qaar ahaanna